السلام عليكم وعام سعيد عليكم، واتمنى لكم الرفاه والسداد والتوفيق والاستقرار للشعب العراقي الكريم. جملة من التحديات يواجهها الاقتصاد العراقي، أبرزها تقلبات أسعار الصرف والعملات وارتفاع سعر الدولار وتداعياته على أسعار السلع والبضائع، إضافة إلى خفض الإنتاج النفطي، ولعل هذه الأسباب كانت وراء وصف البنك الدولي للاقتصاد العراقي بالهش، في حين لا تزال الإصلاحات الاقتصادية التي تتوالى على تحديثها الحكومات المتعاقبة لا تستطيع تحجيم الاعتماد على موارد النفط مقابل تدني مصادر التمويل الأخرى في الموازنة العامة، مع انعدام العلاقة الاقتصادية بين حجم النفقات وكمية ونوعية المنجزات في ظل تفشي الفساد وزيادة نسبة الفقر والبطالة. رغم هذا وهذه المعادلات الصعبة والمشاكل المتراكمة، إلا أن حكومة السودان لا تزال ترفع راية المواجهة أمام هذه التحديات، بدأتها بموازنة ثلاثية وإصلاحات مصرفية كما تقول الحكومة. فهل يمكن تسمية هذه الإصلاحات بالهيكلية، أم أن الطريق لا يزال طويلا في ظل الحاجة الملحة إلى تنوع إيرادات الخزينة العامة بدلا من اعتمادها على النفط حصرا؟ أرحب بكم مشاهدينا الكرام في حديث العراق لهذه الليلة، وأرحب بضيفي الدكتور مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء. حياك الله دكتور. الله يحفظك يا استاذ. فرصة طيبة نشوفك من جديد، وسنة سعيدة عليك إن شاء الله. إن شاء الله بالصحة والسعادة للعراق. كل الهلا بيك. الاستقرار والتقدم. كل الهلا بيك. كل حكومة تجي تتحدث عن خطة لإصلاح الوضع الاقتصادي، وكل حكومة تجي تقول أن الوضع الاقتصادي هو الأولوية ولا بد من العمل عليه. لحد هذه اللحظة ما شاهدنا أي تحقيق بطفرة نوعية حقيقية للإصلاح الاقتصادي بالعراق، وما زالت المشاكل مستمرة. الحكومة السوداني أيضا لديها خطة، خلينا نعرف إيش قاعد يسوون حاليا في هذا المجال. نعم، حقيقة 20 سنة مضت أو عقدين من الزمن مضوا، يعني أفرزت كثير من الحالات والتشوهات والتقلبات، زوايا جيدة زوايا سيئة إلى آخره، لكن الأساس في كل هذا الموضوع أنه الرؤية الاقتصادية بأي اتجاه. الحقيقة خلينا نقول للمرة الأولى أو بعد هذه الخلاصة من المخاضات، من المنهاج الحكومي نبدي، اللي هو لأول مرة أسس لرؤية. هذه الرؤية هي إيجاد شراكة في الاقتصاد بين الدولة والقطاع الخاص. لأول مرة بالحقيقة، لأن يعني كان الاعتماد أنه القطاع الخاص ينظر إليه هو جهة هامشية، وهو أن الدولة هي خالقة السوق في كل الأحوال، والدولة إذا كانت هي خالقة السوق في اقتصاد مثل اقتصاد العراق الريعي، الحكومة هي المالك الأكبر، فهذا السوق هو سوق عبارة عن سوق هش، سوق زبائني يعتاش على إيرادات النفط حالة حال أي موظف آخر بصراحة. وبالتالي شوف الرأسمالية العراقية الغالبية مع احترام القلة الجيدة اتجهت نحو ما يسمى بالرأسمالية المالية لتحقيق الربح أو جني الريع ما بعد الإنتاج النفطي، وصارت ثروات كبيرة لكن نتائجها الاقتصادية ضعيفة. هذا اللي جرى. اليوم لأول مرة الدولة تعلن شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، هذه شراكة مهمة. وين الشراكة حاليا؟ هذه الشراكة كيف ستبدأ بالحقيقة؟ الجانب الأول للشراكة هو أنه راح تبدأ بالقطاع العام المتوقف بالحقيقة. للأسف الشديد تعرف اليوم أكو أكثر من أرقامها تختلف، بس خلينا نقول أكثر من 120 أو 130 شركة عامة بحوالي 500,000 إنسان، صار على مدى 20 سنة 75% منها معطل أو يشتغل بكلف تفوق الإيرادات بصراحة، خاسرة. هاي الشركات الحكومية، هاي الحكومية يعني شركات وزارة الصناعة وغيرها، بالذات الصناعية أكثر شيء بصراحة يعني لهذا. وبالتالي تعرف هاي جزء من الثروة الوطنية عطلت تماما لسبب. ما هو السبب صراحة؟ واحد يسأل، شوف أكو سبب أيديولوجي. تعرف تغيير النظام الدكتاتوري السابق إلى النظام الديمقراطي الحالي صار دخلت فيه موجة من الليبرالية الجديدة،
والليبرالية الجديدة اللي هو مجمع واشنطن إلى آخره يؤمن بالدولة الصغيرة. ما هي الدولة الصغيرة؟ الدولة الصغيرة بالمفاهيم العراقية في ظل أن الدولة تستحوذ على النفط هي المالك الأكبر، هي دولة صغيرة في الإنتاج للأسف الشديد. فلذلك عطل مفاصل الإنتاج، اللي مو معقول بلد 20 سنة كهرباء بهالشكل وقاعدة الصناعة تقدم الصناعة بالكهرباء. زين شوف هذا مثال صارخ بصراحة على تعطل المصانع العراقية. زين دكتور، ذني هاي المصانع العراقية ما تابع لوزارة الصناعة وكذا، ذني شنو اللي صار عليه؟ صار لنا نعرف سنين إنه ذني متعطلات. أي نعم. شنو اللي صار عليهم؟ ثلاث أرباع أقول لك شيء واحد. يعني بيها ستاف، بيها عمال، بيها مهندسين، بيها موظفين، بيها مدراء عامين. بس ما تشتغل. يتلقون رواتب من. على شكل منح. إذا شوف فقرة الرواتب والأجور والمنح، المنحية هاي حتى يعيشون الناس، بس لكن الحقيقة لا توجد خطط للإنتاج والتطوير أخي. يعني شوفها خطط خجولة كل ثلاث سنوات معمل شاذ كذا كذا إلى آخره، بس حقيقة كنهضة صناعية لا توجد. سيد رئيس الوزراء يعني فكر بشيء، شكر بهذه الشراكة. أولا أكو ثروة، أسعلق ثروة أرض، أرض المصنع وأرض الشركات ثروتك، ولا هي كمعدات، لا هي كتكنولوجيا صارت صارت خردة لا قيمة لها اليوم. الحقيقة التحرك بدأ باتجاهين. الاتجاه الأول أنه الدولة تضمن للقطاع الخاص يعني ضمانات سيادية بنسبة 85%، هو يشارك 15% ويشارك مع الدولة حتى تعطي تمويل، يعني بجلب مصانع من حق من بلاد الدرجة الأولى اللي هي ألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا والصين تقريبا هكذا هي. وبدأ التحرك بهذا المجال، لأن إحنا بالنسبة إذا ما ننشط في الصناعة يعني شيء مخزي. راح أقول لك شيء أستاذ محمد تتعجب، هذا العراق اللي كانت فيه صناعات أيام زمان يعني تدري بسبب الحروب والصراعات إلى آخره، اليوم الصناعة التحويلية هي الأساس. ما أحكي عن الصناعة النفطية، هاي صناعة ريعية هاي تتعلق بالخام. الصناعة التحويلية حصة الفرد من الصادرات الصناعية العراقية جد جد 4 دولارات بالسنة. فالشيء ضحك، هذا تقريبا تنافسية عالمية. 4 دولارات؟ 4 دولار تقسم حصة الفرد من الصناعات العراقية المصدرة. عندنا يجوز راشي دويس ما أعرف شنو بالحقيقة تطلع 4 دولارات. حصة الفرد من الصناعة التحويلية داخل العراق بدون صادرات 108 دولار لا شيء، بينما حصة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي كمتوسطة نحكي 5000 دولار. معناها مين جاية هاي 5000 دولار؟ جاية من النفط. لا يجوز شيء معناها، معناها يجوز شيء. هاي يعني هسه إحنا إذا حسبنا حصتنا كعراقيين إيه يعني تطلع من النفط 5000 دولار سنوية. يعني هاي لا شيء، بقية هاي لا شيء طبعًا. هيش. بينا من الصناعات 4 دولار. 4 دولار صادرات 108 كقيمة مضافة، يعني 3 قيمة داخل الاقتصاد. إيه نعم. فتشوف شوف التناقضات التوين بالحقيقة. هكذا اقتصاد بحيث هسه مساهمة الصناعة التحويلية بالناتج المحلي الإجمالي ما تحبط الناس، بس هي حقيقة ترى والله أقل من 1%. ما تصدق يعني هذا العراق نزل بشيء بعد. الخطورة وين أستاذ محمد؟ شوف أحكيك بعض المخاطر إحنا اللي مشخصيها. أنت تعرف اليوم صار 20 سنة البطالة مرتبتين عشريتين، يعني هسه تعلن وزارة التخطيط خلينا نعتبره هذا صحيح 16.5%. في أمة شابة تعرف إحنا الشباب سنويا بلد يزداد مليون، يعني 16 من 40 اي من 16 من حجم القوى العامله المعرفه يعني القادره والراغبه في سن العمل، يعني ايش قد تقريبا هي قديه 12 مليون من 16% كل 10 ملايين يعني مليون و600 خلينا نقول مليون و600 عاطل عاطل فعلي هذا عن العمل. زين هذول بصراحه مشكله. ليش بالحق عاطل عمل؟ من اللي يمتص قوه العمل بالعالم؟ الصناعات الكبيره ترى ما تمتص قوه العمل. اليوم الصناعات التكنولوجية والرقمية والكبيرة تمتص قوة عمل بس نوعي وقليل. صحيح. تاريخ العراق من كان يمتص قوة العمل؟ كان تمتصها المصنع الصغير. يعني الورشة الصغيرة اللي تسميهم شغيلة ذولا. السراجين تتذكر أيام زمان يعني المهن المشاريع الصغيرة اللي تدرب الخلع على العوائل والأصغر. أي. أصحاب المهن والحرف هذول كانوا يمتصون 60% من قوة العمل. كل العالم، كل العالم 60% من قوة العمل تمتصها الآن كنا راحت. اليوم راحت، قام تمتصها منه بعض المجالات الرقمية، بعض خدمات الديليفري وهالمسائل، بس هاي بتعوض، بتعوض في الحقيقة. لا تعوض ما لم تكن هناك تنمية كبيرة تمتص قوة العمل الهائلة. نعم. أكو خطة، أكو شيء يعني ممكن يقال إنه هذا الشيء ناضج وراح يحقق لنا شيء بخصوص هذا الموضوع. أكو اتجاهين. اتجاه هو تشغيل معامل.
يعني اكو خطه دي يشتغلون عليها، وبما في قانون الاصلاح الاقتصادي اللي راح للبرلمان هسه يفتر راح يروح هو يخلق من الشراكه بين الدوله والقطاع الخاص تشريعا حتى يعتمد على مبدا الفوز المشترك، يعني القطاع الخاص يربح واحنا بنربح هكذا لا ضرر ولا ضرار مثل ما يقول. الحقيقه في تقديري بالعراق احسن مجال غير الصناعات الصغيره والحرفيه اللي هي متوفره هو قطاع البناء. قطاع البناء بشكل عام يمتص 20% من قوة العمل، يعني قطاع البناء يشغل 200 فقرة عمل. الدولة أعلنت على عن 5 مدن جديدة. يعني زائدا صندوق العراق التنمية يفترض أن يشتغل، يعني يشتغل المستثمرين ويملك للناس بصراحة بأقساط، أكفت آلية طيبة وأنا أيدها وأحبها، يعني هي بسيطة هاي. أنا باعتقادي إذا مشينا مشروعين، مشروع الصناعة، مشروع الصناعات التحويلية وتشغيلها، ويعني تشغيل الاقتصاد ومو بس تشغيل المعامل العاطلة إنما تشغيل مجالات أخرى، يعني بما فيها الموارد الطبيعية العاطلة هواي أكو أشياء يعني الغير مستغلة العفو، وقطاع البناء اللي إذا انخفضت البطالة الازدهار الاقتصادي يصير عليه. الآن يهمني معدلات البطالة تنخفض، يعني ما يصير البطالة مرتبة 22 لمدة 20 سنة، يعني أكثر من 10% خلينا نقول. يفترض الرقم الأمثل للبطالة هو 3%، إذا لأسباب دراسة، لأسباب مثلا انتقال عمل، ترى بالعالم هكذا يسمى موسمية، بس 16% هواية. وهاي المعرفة ترى بالمناسبة احنا مو مثل البلدان الغربية، احنا النساء ما يشتغلون طبعا، ترى النساء حصة النساء بالقوى العامة 13%، فالشيء كلش قليل. لأن هو شنو العامل؟ العامل هو بسن العمل وقادر على العمل وراغب فيه، اذا ما راغب ما يعتبر عامل. يعني حتى على مستوى القوانين كان موضوع الضمان بالنسبه للعمال ايضا بمشكله، بس الان ما ادري اذا انحلت او ما انحلت. هو صدق تشريع، وتشريع ممتاز بصراحه، بس لكن لحد الان في اراده للتطبيق. انا اعتقد يحتاج اراده للتطبيق، لكن يسالوني واحده من الصحافه شلون تبدي اراده التطبيق؟ قلت لهم ما تقنعون الناس والعمال تعالوا بالقوه، يعني ما اعرف انا، احنا عندنا هيك نظام وسيستم بهالطريقه صعب بصراحه، بس على الاقل اكو مهن فرديه، يعني اكو حلاق، اكو نجار، اكو صاحب. بس هو حتى قصه التمويل دكتور، قصه التمويل وصندوق والصندوق باموال يستوعب هذا الموضوع على اساس يجي هو اكو شيء عامل واحد يستوعب اكو شيء يا استاذ محمد. هو مثلا صندوق العراق التنميه هذا جانب. المشروع الاخر اللي اعلن عليه دوله السيد رئيس الوزراء هو طريق التنميه، هو مو طريق بالحقيقه، هو مشروع استراتيجي كبير. هذا فعلا راح يمثل قمة تضافر بين الدولة والقطاع الخاص وشراكات دولية وإقليمية لها مصلحة في طريق. زين هسه شنو اللي صار عند الطريق التنمية هسه بغض النظر عن هو يفترض عن قصة الطريق الحرير وطريق التنمية، بس شنو اللي صار من عنده لحتى هاي اللحظة شنو اللي تحقق من الحقيقة عنده؟ هو كان من أعلن به كان تحت الدراسة، يعني دراسة الجدول الفنية والاقتصادية. يبدو لي القسم الأول من الدراسة انتهت والقسم ما راح ينتهي، اكو احتمالات خلال يعني الاسابيع او الاشهر ان يعلن على المستوى الاقليمي، يعني وفعلا شراكه كبرى بي، بس تدري هاي سياسات الدوله ما اعرف شلون ترتب عليها، بس هو هذا صار استراتيجيه بصراحه. يعني استراتيجيات الشراكه اصبحت جزء من رؤيه العراق الاقتصادي الجديده. لا مناصب صراحه، مال الدوله غنيه وعندها نفط وهي تصرف، بيوم اللي دوره الاصول النفطيه تهبط واحنا نروح الداين حتى هاي قضيه خطره جدا بصراحه. زين. يجب ان توفر تمويل مشترك مستقر على الاقل. زين احنا هم عندنا يعني ذكرتني بهذا الموضوع، احنا في يعني هم ممكن يصير عندنا هذا الموضوع انه في اي لحظه ينزل النفط يصير عندنا مشكله ماليه؟ طبعا في اي لحظه هذا خطر ريسك طبعا هو كبير، لذلك ايش الموازنه 3 سنوات تحوطت بعجز 64 تريليون، ولو هاي السنه ما بيها عجز صراحه، لان تدري اكو اموال كانت متراكمه من عام 2022 واسعار نفط زادت عن 70 اللي مقرر بالموازنه تعرف. فانا اعتقد يعني تنتهي السنه الماليه ووقت تعثر بعض المصروفات ما صارت، فالسنه الماليه يعني طيبه ما بيها اي عجز، ما عندنا مشكله. لا ما عندنا هاي المشكله. زين تمام، خلينا ندخل على الموضوع المهم اللي هو موضوع سعر الصرف. نعم، انا ما اعرف يعني لحد هاي اللحظه واحد من المستشارين رئيس الوزراء يقول احنا معركتنا مع سعر الصرف مع الدولار شارفت على الانتهاء. نعم. وراء يجاوب السوق مباشرة يصعد. اي هو يعني بحيث يجاوبه، انا ما ادري. باونسك مثل الطابة من الذبحة، تصعد تنزل. طبعا. ما اعرف هسه هم هذول من ينطلقون، بعدين هي شنو المعركة ويا الدولار؟ نعم. اذا هاي المعركة صاركم ايش قد تشتغلون على الدولار؟ وين وصلتوا به؟ نعم نعم. رئيس الوزراء يقول والله الدولار اختنوا الدينار. خليني اكون صادق وياك. اي نعم.
اكو دولره في الاقتصاد العراقي، يعني اقتصاد يتعامل بعملتين، العمله الوطنيه ومسؤول عليها سياسه نقديه تحافظ على استقرارها، وعمله دوله اجنبيه اخرى مسؤوله عليها سياسه نقديه لدوله اخرى. زين، هو الولايات المتحده هاي شو وقت اخترعت في العراق او صنعت في العراق؟ هاي بالحقيقه الى قبل عام 1900، انا طبعا بالعمر في اكبر منكم وعايش كل الاحداث، قبل عام 1980 مو موجوده دوله، ماكو شيء دوله، اكو دينار عراقي، الناس ما تعرف شنو الدولار. صحيح، حتى كان يسافر يصير عنده كم، يروح للسوق الحره يشتري، يشتري جقاير، يشتري لكر، يشتري بالدينار. بس دكتور كان الدينار العراقي له قيمته، يعني كان قوي ومستقر، والناس ما تعرف عمله دوله اخرى. ايه، تعرف الانحراف الاقتصادي بدا من سنه 82، بدات الحرب العراقيه الايرانيه، بدا الاقتصاد يتعب، يعني امواله كلها راحت للتسليح، تعرفت يعني قضيه كبرى كانت. هذا استمر الحال الى انتهت الحرب العراقيه الايرانيه، دخل الحصار، صار الوضع اسوء، صارت الاقتصاد، الناس بدل ما تقتني ذهب، قبل كانت يعني مكتنزاتها ذهب، والذهب هو لا يعلى عليه في كل الاحوال، بدأت تكتنز عمله اجنبيه بصراحه وهي الذهب، بالذات الدولارات المتحده، بسبب ان الدولار الى فتره قصيره او الى الان يعني مهيمن بصراحه على العالم، هو عمله مهيمنه، نتعب نفسنا بهذا الموضوع بحكي هوايه. فصارت الناس تتعامل بعمله، الخطوره انه مبيعات اليوم التعاقدات صارت بالدولار. اليوم هذا الايجار البيت انا اقول لك اريد 1000 دولار. طبعا. زين، اذا نزل سعر صرف الدينار العراقي الالف تصير هواية عليه. واذا تحسن دينار العراقي اوكي، هاي يعني الناس مدفوعاتها ودخولها بالدينار. صحيح. وانت تقيم بالدولار. معناها انت تسوي تعويم الاسعار دائما، وتسوي تضخم مصطنع، يعني بسبب يعني ما قلت تضبط العملتين. بالوقت اللي الحقيقه من الذي دافع عن الدينار العراقي؟ دافع عن الاحتياطيات. احتياطات البنك المركزي هي اللي تدافع عن والسيطرة على السيولة من خلال نافذة العملة الأجنبية، تسحب دينار تطلي دولار، والطلب على الدولار هو طلب على سلع وخدمات ومنافع أجنبية. زين دكتور، زين. بس اسمح لي. نعم. الحكومة اتخذت قرار، والقرار كان جريء. نعم. بأنه سعر الصرف يصير 132. نعم. ايش قد صار لهذا الموضوع؟ صار لفترة طويلة جدا لحد هاي اللحظة. راح يصير لسنة. نعم. راح يصير لسنة. نعم. لحد هاي اللحظة ما قدرت الحكومة ترجع على الأقل يصير مثلا فرق 10. شوف راح اقول لك شيء. ليش؟ شنو السبب؟ راح اقول لك يعني مو باب النفاق والدفاع، انت تعرفه صريح وما اكيد شيء. السبب مو سبب اقتصادي ابد، بالعكس اسعار النفط عاليه اصلا، والايرادات النفطيه عاليه. شنو السبب؟ سياسي؟ احتياطيات كبيره. اكو اعتبارين. اكو اعتبار دولي خارجي، واعتبار دولي هم خارجي بس يتعلق بالداخل. خلينا نقول الاعتبارات الخارجيه الاساس. تعرف اليوم خلينا نحكي بصدق وصراحة. اليوم احنا احتياطاتنا النفطية مفتوحة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، وجدت بناء على قرار لمجلس من 1483 في مايس 2003 ايام صار الاحتلال بدل النظام السابق والى اخره، انه كل ايرادات النفط تودع لدى هذا. السوق النفطية سوق دولارية بالاساس، سوق دولار هي بالاساس. زين هذه الايداعات شكلت التزامات بالدولار، صارت العملة الدفع والسوق وكلها دولار، احنا منطقة ضمن منطقة الدولار. الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي مسؤولة عن عملتها عندها اعتبارين، خلينا نكون صريحين وصادقين. زين، يقول لك هاي العملة مالتنا يجب ان لا تستخدم ضد الامن الوطني الولايات المتحدة ولا تتعارض مع السياسة الخارجية الولايات المتحدة. بما ان الولايات المتحدة عندها عقوبات على الدول المجاورة، صرنا احنا ضحية بصراحة. وهاي ترى هاي احكيك اياها للتاريخ، ترى هاي العراق، البنك المركزي والسياسة النقدية والوضع الاقتصادي ضحية للموضوع من 2011. ترى زين يوم منهم فرضت العقوبات، واكو تاريخ بالموضوع بارد، افتح الجراح مالته، هو نفس الشيء. تمام، هسه ارجع للموضوع. لا بس يعني احنا هسه ما يخالف، عندنا اكو عقوبات، بس اكو وايد دول قاعده تتعامل، هسه الامارات قاعده تتعاملون مع ايران مثلا على سبيل المثال، عندنا هوايه نماذج. احنا من الداخل احنا من الداخل ما نقدر نسوي اي شيء يعني. هسه انت الحكومه تحاول صح، راح تشك اياها. اكو اشياء انفرضت بعد الاحتلال، خليني اشك اياها. زين، قرارات مجلس امن اشكال ورناق، انا ما اعرف لحد الان شخصيا ما مطمئن انه هاي القرارات انلغت لو بعدها. زين، هل احنا هسه ما نريد نهيج العالم مات. لا، هل احنا لا زلنا تحت تاثيرات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده انه العراق لا سمح الله دوله مارقه وتحتاج التدخل الى اخره؟ انا ما افتهم هاي المعادله، هذا لغز على الخارجيه العراقيه ان توضحها
وطلعنا منه. مو واضح لحتى اللحظة؟ أنا شخصيا لي مو واضح، ما أدري يعني إذا جزء واضح البعض. لا مو لا, لا مو بس أنت حضرتك، كل المراقبين، إحنا أغلب المراقبين ما واضح عندنا هذا الموضوع. ما أعرف إحنا طالعين. واحد يقول إحنا طلعنا من السابع بس دخلنا بالسادس. السادس اللي هو حل الخلافات بين الأمم بالطرق السلمية. أخي ايه؟ شيء ما أدري ما أعرف صراحة، هاي واحد. زين. هاي كلها ترى أعباء فتح الحسابات لدى دولة مثل الولايات المتحدة بالعملة بالدولار وبرت بحمايات، والحمايات الأمريكية لا زالت إلى هسه. ما يصدر قرار الأمر الرئاسي التنفيذي يسمونه الإكزيكتيف أوردر تحت قوانين الحرب الطارئة الأمريكية يحمي أموال البنك المركزي اللي هي أموال الحكومة طبعاً. لأي سبب ما أعرف صراحة. حماية أموالنا. أموالنا، وهذا نفس القرار يتكرر من 2003 إلى هسه سنوياً. زين معناها أكو. يعني شنو حماية؟ أنا ما قاعد أفهم شنو هو أصلاً. حماية أموال العراق، منين حماية؟ أسأل أموال حكومة العراق. حمايتها من الحقيقة أكو يسموها من القرارات القضائية اللي يقيمها بعض الدائنين على العراق، من هم ما أدري يعني يدعي. يعني أسد الكويت مثلاً هو الدائن، خلص هذا خلص. حكومات كحكومات تسويها بس القطاع الخاص يسويها بالعالم. زين. ماكو حكومة تشتكي على الحكومة بس يعني هاي. بس هي صارت الآلية بوقتها هاي على مود يأخذوا 5% من تعويضات حرب الكويت. هسه تعويضات انتهت، دفعنا لهم الحمد لله 52.4 مليار دولار ما قصر. دكتور يعني الأمريكان يأخذون 5%؟ لا لا، هي الآلية تأخذ 5% تعطي تعويضات حرب الكويت بموجب قرار لمجلس الأمن، تروح لجنة الأمم المتحدة التعويضات، تعطي 3 أصناف أليف وباء وجيم، حكومات وأفراد سواء كويتيين أو خارج كويتيين. زين. وهي المبلغ كله كان 52 مليار دولار وأربعة، يعني 400 مليون. تمام. انتهى هذا، هذا انتهى في نهاية 2021. و2022 بداية مجلس الأمن طلع قرار لا العافية العراق أوفى بالتزاماته وانتهى. هسه غير تفضل قضية ما يعني ما أعرف يعني يعني هسه هاي الإشكال وين هسه. زين هذا 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 الإشكال واللغط الخارجي والكذا وهاي المشكلة هي هاي أساس مشكلة الدولار. هسه احكي لك وين المشكلة، نجي على على التحويلات. اليوم من العارض للعملة الأجنبية بالعراق؟ من يعرض العملة الأجنبية؟ بنك المركزي. سوق البنك المركزي دولة. ايه؟ اليوم الحكومة هي البيت، هي العارض الأكبر للعملة الأجنبية. طبعاً. من الطالب العملة الأجنبية؟ كل السوق. ايه؟ سوق قطاع خاص، إحنا كنا. ايه؟ إذا سوق قطاع خاص تطلب العملة الأجنبية، فالدولة هي العارض رقم واحد، والسوق هو الطالب رقم واحد. زين. فالعارض قوة العارض هي ليس أو قوة الطالب، يعني مو السوق. ايه؟ العارض هي الحكومة والطالب هي السوق هاي. هذه الأموال هي مودعة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أموال نفط مقبضات نفطية وتتحول إلى إلى احتياطات البنك المركزي لما البنك المركزي يصدر دينار، مو صحيح؟ يعني مقابلها قضية آلية بنخش بها طويلة على. المهم هم الأمريكان عندهم شكوك إنه تمويل التجارة الخارجية طلب على العملة الأجنبية 80% تحويلات ماشي أستاذ أو 85% أو أكثر أكثر 90% لك 900 تحويلات. إيه كل بضاعة تشتريها تحولها بالدولار. تحولها بالدولار. إيه. وعشرة بالمئة هي هاي الدولار النقدي لأغراض السفر والمدري إيش إلى آخره. أكو ضغط على الدولار النقدي لتمويل تجارة حدودية. هسه خليكم كلش واضحين. تجارة شنو عفوا؟ حدودية. إيه. حدودية سواء كل دول الدول الجوار القريبين يحتاجون دولار. هسه إيه. تركيا إيران إلى آخره بشدة لي منه. أشكال. وتجارتنا ضخمة. إيه. يعني ويا تركيا 14 مليار نستورد. صحيح. ويقال 80% غامضة التحويلات. هاي المشكلة هاي مع إيران مقاطعة، ولكن أيضا أكو تجارة تقليدية بدت يعني بدت بالحب من صار الحصار على العراق. إيران فتحت تجارية على العراق. زين. فإذا أكو ضغط جغرافي سياسي على الدولار يمتص من السوق الموازية. السوق الموازية محدودة هي 10-15%. فالتشويش مالها وين يأثر؟ يأثر على السوق الرسمية اللي هي تبيع ب 1320 واللي حوالي 85% من الطلب و 90% من الطلب هو ممول بسعر الصرف مستقر 1320. لكن هاي السوق الرسمي أمس أنا طلبت مشكلة. مشكلة تدقيق مال المنصة. تدقيق المنصة بيه مشكلتين. قضية أن الشعب العراقي 20 سنة يصيح يقول فلوس العراق وين تروح؟ هاي التحويلات حقه. الناس يقول لك هاي كلها فعلا تموت تجارة. صحيح. هاي نقطة. والأمريكان اللي هم عندهم الفلوس حسب مقتضيات الامن مالهم يقول لك انا شوف هذه الفلوس وين تروح. فصرنا بين يعني المطرقه والسندان بصراحه. زي. فانت لازم تدقق. صار اتفاق انه تجي شركه التدقيق تدقق طلبات التحويل الخارجي. هاي الشركه منين؟ شركه يعني عينها العراق بصراحه مقابل اجر باتفاق مع الدوله الصديقه. زين.
زين تدقق طلبات شركة أمريكية هي؟ أمريكية هي نعم. نقول بالأمريكية بين قوسين بها أشكال برنامج حتى باكستانيين أكيد أكيد العاملين بها بس هي شركة هي شركة أمريكية اسم هاي الشركة هي حقق تدقق طلبات الفواتير بالبداية شافت أشكال وأرناق الجلاس بدولار يكتبون عليه $50 قالت عشانها تهريب أموال هذا زين الأموال اللي تروح ما معروف المستفيد الأخير منه المستفيد الأخير شركة صرافة مدري وين قلت لك هاي وين تروح بصراحة هاي عرقلت سوت سنوبل يعني تراكم طلبات مرفوضة قدرتها بالسبعة أشهر الأولى من العام الماضي هاي السنة العفو بحدود 10 مليارات 12 مليار هاي كل طلب كامل ما منفذ بسبب الرفض زين فلوس اكو احتياطات اكو الرفض كثير فصار الطلب اكبر من العرض فصارت التذبذبات السعريه هنا هي اساسها هنا الحكومه حتى بصراحه يعني هاي الشركه هي اللي اكتشفت كل التفاصيل كل التفاصيل طبعا زين بس هاي الشركه تدقق لصالح العراق لو تدقق لصالح الامريكا تدقق صالح الامريكا والعراق خل احكي اكون صريح يعني أيه؟ ان تقول لنا هذول هيك خرابيطهم اول والامريكا اللي كانت تقول لهم هذول وين يروحون بالفلوس يعني هي هكذا يعني لا خب هي هم تقول لهم هذول هاي خرابيطهم هم ان زين هم في ايه وفي دين حتى نعرف صراحه زين هسه ما بيها كل ضرر زين عندها سلطه هاي الشركه لا ما لو هي فقط شركه رقابيه لا هي عندها سلطه ان توقف لا لا هي عندها سلطه تاشر لجهات التحويل من هناك اللي بالولايات المتحدة انه توقف بعض الاشياء السويفتات سيطرة على السويفت اللي هو يحول كل هنا طبعا بالتاكيد يعني زين هسه الامور احسن هسه لا بس هسه احنا بالواجهه عندنا البنك المركزي نعم هو طلع هو بالخلفيه شركه لا لا هو البنك المركزي هذا حكي ترى اي نعم اي نعم كله البنك المركزي زين ولذلك لحد هاي اللحظه احنا ما قادرين هو الوضع شوف بصعود ونزول الى كانت 95% من الطلبات قامت تمشي بشكل صحيح زين صارت ما اعرف شنو الظروف السياسيه ما اعرف تمشي ما بتمشي يصير شنو ببالهم بدت هم تقلص هسه الامور زينه حسب ما افهم في الوقت الحاضر الامور زينه احنا بدينا كسياسه دوله تقول لي جنسوي خلينا نضل صافنين احنا بدا شيئين هم كامريكان ما هم تتعامل بعملات دولات اخرى دول اخرى تمويل التجاره يقول لك ليش بتشنب الدولار روح شوف لك عملات اخرى هسه بدينا ننوع بصراحه بشركائنا التجاريين بعملات اخرى يعني من ابتداء من الشهر من يعني عقب باكر راح يبدا التبادل مع الامارات بالدرهم الاماراتي بتعرف اليومية الامارات ترى كل السلع تجي من مناطق جبل عالي وهالمسائل قصه التكنولوجيا مع جنوب شرق اسيا ويا مع تركيا مع تركيا بالليره التركيه بتوسط اليورو مثلا مع الصين باليوان الصيني بتوسط اليوان يعني خلينا نقول والدينار وهذا فهذا راح يخفف كل البداية راح يخفف بس يحتاج شوية وقت للتكيف يعني بس شوية صبر خلينا نقول احتياطات موجودة وماكو مشكلة بصراحة ولا الجانب الأمريكي معترض ما معترضين الناس على بس المهم أنت اللي تخالف هاي المسائل ماشي بصراحة حتى مع تركيا بالحقيقة نظمت الأمور كل زيانة مع تركيا كانت يعني فالشيء عجبك يعني شلون أنت تستورد 14 مليار والنسبة العظمى من التحويلات غير معروفة هسه يعني عليهم مو زينه ايضا لا يعني قاعد تذكرني بقضيه هذا اللي مسوق ساعات رولكس مدري بكم مليون دولار وهذا اللي مسوق ما ادري شنو حلويات هاي ذرائع هاي ذرائع حتى يحولون يجيبون حتى يجيبون ملابس يجيبون اكل يجيبون بصراحه هي ناس تربح بغش الى اخره زين يعني اكثر دوله نعم. اكثر دوله يعني عندنا اشكاليات بالتحويلات الماليه مالت وياها تركيا من اللي مو مقاطعة أيه؟ انا اعتقد تركيا لها مهمة جدا زين فتنظمت يعني الحمد لله ويا تركيا بدأت تتنظم الاتراك ايضا حساسين قضايا غسيل الاموال والمسائل اللي هم عليهم ايضا رقابة وهم دولة كبيرة ودولة مصدرة العراق بالمناسبة العراق يحتل المرتبة الثالثة بالصادرات التركية صحيح يعني مرات يتقدم عليه بس الولايات المتحدة ومرات ايطاليا او المانيا بس بشكل عام هسه احنا الثانية اسمها هاي الاشهر الاخيره وتركيا شريك تجاري وسلاحهم ممتازه يعني السوق العراقي متكيف عليهم ايران مشكله تعرف ايران مقاطعه وماكو تحويلات والدوله تحاول تلقي كل الوسائل لايجاد اليه الحقيقه لتسويه المدفوعات مع ايران يعني بالشكل الرسمي والصحيح وصلت الحكومه الى حل لو لا والله اكو تفاوض اكو مفاوضات بس ما اعرف عن هالشيء يعني بس اتمنى تنحل يعني بالشكل اللي يعني ما يثير اي مشكله تمام انا بس اريد اعرض لحضرتك تصريح لاحد النواب يقول بي انه العراق يعني
انه اكو بالعراق 35 تريليون دينار عراقي مطبوعه ولا وجود لها داخل العراق. لا 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 مو كذا مو صحيح يعني بصراحه انا ما اعرف الرجل المحترم اللي المعلومه اللي عنده بس انا ما ذكرت اسمه اي لا لا اعرف انا سمعتها يعني النائب محمد نوري مع احترامي طبعا واعتزازي بسياده النائب بس ماكو كذا احكي لك لان اليه طبع العمله ترى اليه معقده وعليها امن دولي ترى كبير يعني زين يعني يعني انا موظف بنك مركزي يمكن اعتق واحد مركزي طيب هسه من بينك في 4-5 لا لا اليات طباعه العمله العراقيه لدى شركات طباعه العمله العالميه تخضع لاشكال التدقيق العالمي لان هاي مخاطر عمله ترى مو شقه ولا هنا زين بحيث من جيبها واليات مجيئها وخزنها يعني منظمه 100% ف اما اكو دول عندها دينار عراقي ترى عادي يعني ماكو يوم دوله مواطنين على حدود ما يعني انا اتذكر انا صغير كان بسوق شارع السماوات يبيعون ريال سعودي وليره تركيه وجنيه استرليني يعني عادي كل دول بتجي عندها عمله خصوصا الدول اللي المجاوره والدول يعني اللي دائما واتذكر انا زيارات مستمره دائره الاصدار بالسبعينات يعني 77 اشوفهم يسوون بارسلات يعني شحنه من الدينار العراقي الى بنك مثلا باركليز بنك مثلا ببريطانيا اقول لهم هاي ايش انا افتهم قالوا ذولا خاف يجون سواح او زوار من بريطانيا يحتاجون بالمطار يعني تاكسي او كذا ليش يروح يدور هاي فكانت اكو تبادل تعاون بالعملات يعني الكاش بين البنوك المركزيه موجوده هي هاي فما اتصور يعني اكو هيك رقم نعم انا ما اعرف يعني زين دكتور ايش قد اثر سعر الصرف لحد هذه اللحظة على مستوى الـ يعني قلت حضرتك أنه بطالة الأسعار بالسوق أحكي لكم هو هاي نقطة كلش مهمة وأساسية إحنا نعتمد البيانات اللي قد تنمو الأسعار عندنا زين بداية السنة كان نمو السعر السنوي نمو الأسعار كان 7% في بداية العام آخر إحصائية بين 3 فاصل بين 4 و 3.7 النمو معناها ان الزيادات المتزايده في الاسعار صارت زيادات متناقصه هو هذا يعني هذا الفهم للموضوع زين شنو اللي خلاها شنو اللي خلاها هو الدولار نفسه صاعد نازل وضعه التحويلات تجري بسعر الصرف 1320 هذا اثر هذا يعني بس هو دكتور هذا يحول بال 1300 ايوه اللي يبيع بس هو يرجع يبيع على سعر السوق هسه بنقول كلهم على الاقل نصهم على يعني هاي واحده البطاقة السلة الغذائية للحكومة تحسنت بالحقيقة وتوسعت بعض المواد اللي تجي يعني بهالشكل هذا اليوم احنا حتى نحافظ على استقرار السعر ب 1320 لأهم السلع ونكافح الضوضاء اللي هي 10% ترى هاي الضوضاء مال السوق الموازي 10% بصراحة مو 10% 10% تأثر على 90% يعني تأخذ مؤثر ضوضاء بس هو لا يعني لا تأثير بس ال 10% من هم دكتور غير اللي مسيطرين على الوضع يعني اكو الدولة تكافح هاي مسائل خلينا نقول هسه احنا اكو جهة تكافح هذا اليوم خطة دولة السيد رئيس الوزراء احكي لك اياها اللي هو اقتنع بيها الدولة ذراع تجاري كبير احتياطاتها كبيرة تجارة الدولة ما خاضعة للمنصة وهالمسائل التجارة الحكومية ما خاضعة اعتمادات اعتيادي ومعروفة الى اخره اليوم التوجه اذا ظلت هاي القيود يعني الجغرافيا الاقليمية الجر والمنصة بيها مصاعب وتعرف يعني سويت قصة شو نسوي ما بيدينا كل شيء الدولة راح تدخل أو دخلت بصراحة بذراعها التجاري بأربع سلال يعني ستعلن يعني في يوم من الأيام أو قال عليها شغل السلوق الحاضر أكو سلة غذائية أخرى غير السلة البطاقة التموينية يعني توفر سلع إضافية ب 1320 يعني مستقرة هاي 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 تستورد عن طريق الحكومه وتتوزع وتباع عن طريق الحكومه وتتوزع تعاونيات او توزع فعاليه بحيث تكون تسوي استقرار سعري زين يعني مثل ما استقرار العمله يخفض الاسعار هسه الاسعار تسوي استقرار العمله جيناهم بالعكس بطريقه جديده زين اكو سله دوائيه انه الدوله يعني ستعلن قريبا يعني ان شاء الله انه العيادات الشعبيه اللي هي 340 عياده منتشره بالعراق أن توفر أدوية الأمراض المزمنة 100% مجانا يعني زي. هذا يعتبر مساعدة هذا مهم جدا لحياة الناس زين وأكو سلة أخرى هي سلة بناء اسمها هبدأ تشتغل عليها الجهات هذه بها حوالي 10 أو 15 فقرة تتعلق بمواد البناء المستوردة يعني
بوب شبابيك وايرات بوليات ما اعرف انا شنو بالحقيقه. هاي تباع على 1320 دولار للدينار ومن خلال تجهيزات وزاره التجاره. هاي راح تخلق منافسه في السوق. المستورد يجيب على 1320 راح يضطر يعني هسه الدوله دخلت للسوق كشريك ويا القطاع الخاص هي تبيع هاي المفردات بس على سعر الرقم الرسمي. وانا هاي سياسه ناجحه وشخصيا ايدها لان احنا بصراحه ما نريد يصير مواطن ضحيه سوق موازيه سوداء بصراحه تلعب بحياه الناس. بس هاي ايش قد حجمها هاي القصه دكتور؟ هسه احكي لك يعني وايش قد السد هسه راح اقول لك شيئا. ايش قد المنصه تكون مرنه والمصارف تطاوع المنصه وتجيب 1320 هاي تكون تاثير اقل. اذا ظلت التعقيدات بالمنصه لا سامح الله هاي تكبر. فلذلك يعني هي راح تكون سوق تنافسيه يعني الى ان تستقر الاسعار. فلذلك هي معركه سعريه فعلا. انا ترى بس المعركه مع الدولار قائمه لمصلحه الشعب وما شارفت على الانتهاء مثل لا 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 تشارف ان شاء الله. نحكي لك ما اعرف تشارف لا مو خلينا نكون واقعيين. نحكي لك شوف اكو تفاؤل بالانتصار خلينا نقول بين قوسين يعني. زين من هذا التفاؤل؟ التفاؤل بقوه الاقتصاد العراقي. لو الاقتصاد العراقي ضعيف وعليه هاي القيود اقول لك لا هاي قضيقه. الاقتصاد العراقي قوي امكانياته واحتياطياته كبيره. اليوم اعلى احتياطيات في تاريخ العراق المالي بصراحه حوالي 100 مليار دولار بس احتياطات البنك المركزي للدافع بها عن سعر الصرف والاسعار. لكن قلت لك هاي القيدين قيد الجغرافيا السياسيه وقيد المنصه اللي جاء سيحل عن طريق يعني تدخل الدوله في السوق بشكل او باخر. دكتور الحكومه تتحدث عن اصلاح النظام المصرفي. نعم مهم جدا هذا. بس احنا عندنا فوضى بالنظام المصرفي. فوضى عارمه اصلا. راح اقول لك فالشيء يعني تتعجب والله بالله العظيم. انت تعرف المصارف الحكوميه اليوم تهيمن على اكثر من 87% من موجودات الجهاز المصرفي ونشاطه ووداعه وكل شيء. زين وما عندنا سوق مصرفيه. عندنا ثلاث مصارف مع ثلاث مصارف كبيره وثلاث اربع مصارف اختصاصيه خلينا نسميها ثلاث مصارف اختصاصيه واحد اسلامي. هاي المصارف الحكوميه هاي تهيمن تقريبا على السوق المصرفيه. وال74 مصرف اهلي يشاركون ب 15% او 16 شغلهم على مزاد العمله ماشي ريح ما احترم اي شغلهم على وماشي امورهم به. خلينا نجي على المصارف الحكوميه. المصارف الحكوميه ترى هي نتاج ارث سيء. انت تعرف مصرف الرافدين من اواخر يعني قبل ما توقف الحرب العراقيه الايرانيه بدا يتعثر بتسديد التزاماته وقروضه الخارجيه للحكومه انذاك. فايش سوى؟ سوى مشتق منه مصرف الرشيد حتى يكون بنك نظيف. سنه ونص او سنتين صار الحصار راحت هاي وهاي كلها الى اخره. مصرف الرافدين موجب قرار مجلس من 1518 ما حد سامع به، صدر في تشرين الثاني 2003. يتعلق بتجميد اموال النظام السابق وكيانات الى اخره. تعرف مصرف الرافدين مجمد حاله حال الكيانات السابق؟ في بدايه 2021 كان مجمد لو حاليا مجمد. لا احكي لك بالجزء الجزاءات ترفع مصرف الرافدين في 2000 في شباط 2021 جاني شفت كتاب انه ترفع مصرف الرافدين من قائمه سوداء. اخ قلت هاي كلها ما حد يدري. صور مصرف الرافدين واماره بغداد ومركز التدريب الفني بالناصريه ومدري شفت اشياء ضحكك يعني معقول هاي من ضمن القائمه؟ سالنا الجهاد قالوا ما نعرف منو يعني صار صايره يعني هاي الولايات المتحده فرض عليهم هاي لو مجلس الامن مجلس الامن الجزاءات هي هاي. زين احنا المفروض مزاد العمله اللي تاسس سنه في شهر العاشر 2003 انا اتذكر شلون تاسس ولا عايش في الهوسايه. المفروض 2006 ينتهي استاذ محمد ترجع التجاره يمولها مصرف الرافدين عن طريق اعتماداتهم المستنديه. ما قدر مصرف الرافدين اتضح انه هو تحت العقوبات الى 2021 ما حد يدري. وهو دكتور اكو سبب ثاني للموضوع. اي نعم انه هذا فساد العمله صارت فتحه مال فتحه سوداء مال فساد بالعراق. قصص كثيره صحيح ولا لا؟ شوف راح اقول لك هي قصص كثيره. خلينا نرجع للاصلاح. ليش نضيع موضوع الاصلاح؟ زين سيد رئيس الوزراء محمد شاع السوداني يؤمن بالاصلاح يبدي من التمويل. تعرف انت اليوم التمويل يسبق الانتاج. زين عمليه انتاجيه او استثماريه ما فيها تمويل قدام. هاي معروفه يعني. فقال انا ابدي اصلح الجهاز المصرفي. البدايه هسه اكو يعني اصلاح اكو خريطه اصلاح انا شايفها يعني. يفترض خلال اربع خمس اشهر يصلح المصارف الكبرى الحكوميه الكبرى. تشتغل باسس جديده وواقعيه وتكون جزء من السوق المصرفيه. وحتى المصارف الاهليه هم لها ورقه اصلاح خاصه بها. ف
فإصلاح الجهاز المصرفي خلال عام أنا أعتقد راح يقعد على هاي الفوضى كلها تنصلح بسنة؟ ما تنصلح بس على الأقل توجهها على بوصلة أفضل من حالي. أي نعم، تتوجه على سكة أحسن من وضعها الحالي بصراحة. زين. أي نعم. إحنا وأكو إصرار بصراحة، وأكو شركات استشارية تحول تشتغل بها. واضح أكو تحول باتجاه التحول الإلكتروني. هذا مهم جدا. أحس هذا مهم جدا. أي نعم. بس ما يخالف، أنا أنت أعطيتني بطاقة. نعم. خليت لي عبيت لي إياها بأموال. أنا غير هاي البطاقة أروح أسوي أشتري بيها؟ مفروض. لو أنت أصلاً البطاقة بالسوق ما موجودة حتى لو راح أتعامل بها، يعني ماكو تعامل، ماكو تعاملات. هذا موضوع يعني إيش عندك؟ عندك بنزيخانة فقط خلاص ما غيره؟ راح أقول شيء واحد. ايه؟ إحنا ما عندنا ثقافة استخدام البطاقات. أكيد. بس دخلت للعراق تعرف وقتها للمتقاعدين، خلينا نقول بيت هكذا. زين. بس ثقافة استخدامها بالمدفوعات ضعيفة كانت، ياخذ البطاقة يروح هذا يسحب فلوسه وخلاص راح يجيبها كاش يرتاح يرتاح في قبل يعني هي وسيلة فقط مو عاد تجيب لك فلوسك من المصرف حطها بجيبك ساكت لك. بالستينات اواخر الستينات انا طالب ادرس اقتصاد، استاذ النظرية النقدية الله يرحمه يحكي لنا على مؤشرات الخمسينات وبداية الخمسينات يمكن بالعراق، انه شلون 90% من العملة المصدرة هي بالحقيقة تتداول خارج الجهاز المصرفي، يعني زي. كاش عند الناس ذاك الوقت. بس هاي صار لنا 80 سنة يا ابني نفس الشيء. اتذكر المحاضرة مال الأستاذ مالنا نفس الشيء. يسميها التسرب الخارجي، يقصد خارج المصارف. ما شاء الله. الحقيقة هو أهمية المدفوعات الإلكترونية تسوي شمول مالي. اليوم ماكو مدفوعة أو بطاقة إذا ما عندك حساب، خلينا نقول. فتح الحساب هو اساس التطور المصرفي. اليوم بدات الحسابات تزايد. الحقيقه في بلد مثل العراق مين نبدي؟ انا ما اقدر اجبر ابو التكان اقول له تعال خذ كذا، مو صحيح؟ اذا ما تبدي الحكومه، اليوم المدفوعات الحكوميه والجبايه الحكوميه كلها تصير عن طريق البطاقه الدفع الالكتروني. اذا الحكومه بدتها واقتصاد الحكومه يشكل 65% من الاقتصاد، انا اعتقد السوق كله ينجر بعدها، يعني لذلك انا من المؤمنين ان البدايه تبدا مع الحكومه اليوم. يعني مع الجباية الحكومية أن تكون كلها عن طريق المدفوعات الرقمية، والمواطن من يتعلم يشوف أهميتها ويشوف سهولتها بدل مشايل كاش، مرور الوقت يبدي يتعود فسنة سنتين يعني الناس تتعود على البطاقات. زين دكتور، أنت قلت في بداية كلامك كلام مهم جدا، أنه كيف ممكن تكون دولة تريد موارد من غير النفط بدون كهرباء؟ نعم. أكو إصلاح للكهرباء مثلا؟ شوف اكو اصرار بصراحه، يعني انا اعتقد جيد هسه في قطاع الكهرباء. المشكله اليوم ثقافه، شوف كل شيء يعني تعجب، يعني والله هذا الرقم اتمنى مو صحيح. اليوم ايش قد هدر بالكهرباء؟ هذا سؤال اليوم. تعرف اكو هدر الى الان يقال في 30% بسبب الترانسميشن النقل. نقل الخطوط لا زال يعني من القرن الماضي خلينا نقول يعني كله بس. واكو 30% اخرى تجي من انعدام الجبايه. اليوم اذا ماكو جبايه ترى الناس يعني شي جهه كهرباء تصرف، مو صحيح؟ قصه لا تنتهي. حتى نظام الجبايه، نظام لحد الان اخذ معاملتك روح للدائره افتر منها متخلف منها اوراقك يعني. منها مو هو يدورون عليك، انت يعني عليك. قطاع الكهرباء يحتاج اكو مسوي عن دراسه مليون اشكال كثير نقرا ونكتب بس يعني مو ضروره. تقديري الشخصي بين قوسين، ما الحكومه ما لها علاقه الناس بالموضوع. وزارة الكهرباء تصير شركات. شركات منتجة يعني وتشتغل على أساس الربح والخسارة، والوزارة تكون ريجوليتر منظم. تصدر لوائح وأنظمة وتختار التكنولوجيا المفيدة للعراق والتعاقدات الجيدة إلى آخره. الصور هذا نحتاج إعادة تنظيم هالشيء، هذا تنظيم قوي يحتاج. هذا رأيك، بس اكو توجه بالحكومة على مثلا هيكلة هذه الوزارة بالطريقة ما يسوون هيش ما تنتهي. لأن شوف أقول لك أستاذ محمد نقطة، لو قد ما تسوي كهرباء طالما ماكو جباية حدود الاستهلاك مفتوحة ما حد يهتم. إذا ماكو حد، إذا ما أطفي الضوء وأطفي كذا وأوفر، إذا يجيني الكهرباء بلاش حال الهواء اللي اشتمه معناها. إيه بس عم بجربوا الخصخصة وجابوا شركات ما اعرف شنو قصتها، ما لها علاقه بالكهرباء، ما لها علاقه حتى بالكهرباء، يعني اخذني بس روح جيب لنا الفلوس. اي بالتوزيع يسموه، ما هو او راحت اخذت فلوس وراحت من اكو مشكله اللي هي الانتاج والنقل والتوزيع. والله دكتور اكو مشكله اللي هي السياسه.
هاي والله اكو مشكلة اسمها المحاصصة. اي هاي قصة العراق الكبرى نعتبرها بصراحة. كنا كشعب صراحة كياها ضد شيء اسمه المحاصصة. اليوم المواطنة العراقية هي الأساس. بس هاي تدي يعني مو بيدينا يعني هاي فرضت زين بالظروف. اكو قصة بعد هم نفس ذن الإشكاليات اللي بيها واللي تأثر على موضوع الدولار وتأثر على موضوع الاقتصاد وتأثر هي قصة الجمارك. يعني قصة الجمارك في إقليم كردستان تختلف عن الجمارك في صحيح في المناطق الاتحادية الأخرى. نعم. زين هاي ما وصلت ما صار بها اتفاق ما ممكن تنحل. لك والله أحكي شيء واحد سمع جاي خارج قوتي وتأثيراتي الشخصية خلي أقول. صار الاتحاد الأوروبي والوحدة النقدية الأوروبية يعني حتى أوروبا صارت دولة واحدة. أول شيء سووه هو الاتحاد الجمركي. زين. والاتحاد الجمركي المعني به أنه دول الاتحاد تمشي بسياسة جمركية واحدة وسياج واحد. فالدولة اللي تمشي بسياجين جمركيين يعني من الصعب إدارة سياستها أو سيادتها الجمركية. أكو مشكلة طبعاً هاي يجوا أنتوا حلال معروف يعني. اما سيطرة على الجمارك بشكل عام هسه خلينا نقول هناك يعني مشروع اتمته قوي بصراحه مشروع ادخال تكنولوجيا معلومات قوي لضبط المنافذ الحدوديه والجمارك بالشكل الصحيح وتشتغل عليه الدوله بقوه بصراحه بالتعاون مع الاونكتاد بالتعاون مع شركات تكنولوجيا عاليه المستوى واكو اشراف من رئيس الدوله على الموضوع يعني بنفسه يعني ويعني انا اتوقع نجاح بس تحتاج متابعة الموضوع هنا. يعني هذا بالنسبة للجمارك الأخرى بس هم تبقى قصة الإشكالية هذا القاب بين الجمارك في إقليم كردستان. يعني هسه مثلا على سبيل المثال أكثر الناس تعرف هاي التفاصيل أنه سيارة من إقليم كردستان هاي اللي يشترونها الناس صحيح. هي تختلف سعرها عن اللي يشترونها واضح من هذا سوقين. فلذلك كل أغلب الشركات وين تروح تروح لإقليم كردستان حتى شو تسوى حتى تحصل مبالغ أقل يعني بقضية الجمرك وهاي صار كأنما دولتين. أنا أعتقد المسألة الجمركية بين المركز والإقليم أعتبرها لا تقل أهمية عن مسألة النفط والقضية النفطية يعني. زين وين أنا حتى آخر سؤال وأختم به والمفروض هو يكون أول سؤال وين الفقراء من حكومة محمد الشاع السوداني؟ لا هاي أحكيك إياها هذا الرجل هسه ما دافع عنه يعني هو رجل محتاج دفاع. هو خلي أقول منهاج الحكومة الإيجابي ركز على الإنفاق الاجتماعي سماه زين وركز على الإنفاق التنموي. فللإنفاق الاجتماعي بصراحة يعني طلب أنه ضم أكثر العوائل فقرا وهشاشة إلى الرعاية الاجتماعية. صارت دخلت مليون عائلة هسه للرعاية الاجتماعية مع بطاقة حصة تموينية أو سلة غذائية كلش مهمة تعرف للفقراء. والتعيينات اللي كانت صحية عبء وبيها مشاكل لكن خلص هي هاي احنا بلد ريعي بهالطريقة ضم الناس اللي تعيش ضمن هاي التعيينات. هذا الجانب الاجتماعي كلش مهم يعني الرعاية الاجتماعية وبعض التعيينات كانت مهمة والسلة الغذائية لها دور والسلة الصحية. زين انت اشتغلت ويا هواي رؤساء وزراء. نعم. محمد شاع عنده رؤية اقتصادية واضحة عنده بعد يعني هم شوف الكل أنا اقتصادي شوف أنا مع رابع رئيس وزراء اشتغل كل واحد ظرفه الخاص بصراحة يعني مثلاً الفترة شوف أنا ما أريد أقيم ذولا لا ما أقيم حلقة لا بتقيم لا بس أنا أتحدث عن محمد شاع السوداني اليوم عنده رؤية واضحة وصريحة إنه النظام الاقتصادي في العراق يقوم على السوق الاجتماعي زين وعلى تلاحم الدولة والقطاع الخاص في قيادة التنمية. هذا هو اختصر كياها وهاي واضحة بالحكومة الجديدة هنا. شكرا دكتور الله يحفظك شكرا حضرتك يسلمك الله أشكركم مشاهدينا الكرام في أمان الله.